صدقني يا محسن بيه، احنا في البلد دي احسن من غيرنا كتير، بس في ناس بنحاول تغمق الصورة شوية. تغمقها ازاي؟ دي بيضة وزي الفل، دي قشطة. احنا مشكلتنا ان احنا لازم نحب البلد دي اكتر شوية، وعلى قد ما هنديها هي كمان هتدينا اكتر. طبعا احنا كل ما نديها كل ما تنبسط اكتر. يا سلام كمان لو نحط دماغنا على صدرها. على صدر مين؟ على صدر مصر. وهي مصر ليها صدر؟ انت مش بتسمع الغنيه بتاعت شاديه بتقول بننام على صدرها؟ اه. شوف يا محسن بيه، حكايه الفلوس دي حكايه مهمه جدا، يعني لازم الواحد يشيل شويه فلوس بره وشويه جوه، عشان لو اللي بره ضعفوا البورصه تلاقي اللي جوه، ولو اللي جوه اتصادروا تلاقي اللي بره. كده برضه يا حبيبي يا هاشم. يا حبيبي بقول لك يا موسم بيه. عمر يا باشا. مين دي؟ دي دودي المطرب. دي مشهوره؟ مش قوي، عمل الكليب واحد اتعرض مره وتشال. شال ليه؟ بس كان خارج شويه. خارج اكتر من كده؟ لا دي كده لمت نفسها خالص. طبعا عايز اعمل لها شريط. شريط واحد؟ لا قال لها شريط نجح، نعمل لها التاني. أنا اللواء الشديد عبد القوي من مباحث الأموال العامة، فين محسن بيه هنداوي؟ موجود فوق يا فندم. عايز أقابله ضروري. خير يا فندم. في أوامر بالتحفظ على قصر محسن بيه بكافة محتوياته. ليه يا فندم؟ أكيد في حاجة غلط. أكيد في سوء تفاهم. محسن بيه موفق أوضاعه مع كل البنوك اللي بيتعامل معاها. دي البلد كلها كانت سهرانة هنا امبارح. أنا في إيه يا فندم؟ يا دوب سواد الليل. محسن بيه. محسن بيه. محسن بيه. محسن بيه؟ ايه؟ في مصيبة بره. مصيبة؟ مصيبة ايه؟ بوليس الأداب؟ لا مش بوليس الأداب. طيب ده اللواء دشيش عبد القوي. دشيش شيء دشيش مين؟ اللواء شريط عبد القوي من مباحث الأموال العامة. جاي عايز ايه؟ عاوز يحط ايده على القصر بكل محتوياته. احنا مش مسهلين كل حاجة مع البنك ومجدولين؟ ومجدولين وبنسدد، بس يعني زي ما تقول تعثرنا شوية، علينا مبلغ لا يذكر حوالي 800 مليون دولار. أنا اللواء شديد عبد القوي، اتفضل معانا يا محسن بيه. طب بس نغير هدومنا لو سمحت. أنت اسمك إيه؟ فرج. يا فرج، هات الجيسترينج بتاعتك. جي سترينج، جي سترينج، مش ده؟ ايوه يا ابني، دي بتاعت عينة بول. الجي سترينج البتاع الاحمر اللي هناك ده، اللي هو اللي عارف فيه بتاع في حتة حمرا كده. ايوه هو ده. هو ده الجي سترينج؟ ايوه هو ده الجي سترينج. تلبسه فين ده؟ ها؟ تلبسه فين ده؟ في العضل. هات. هات البوكسر. البوكسر مش البوكس، البوكسر اللي هو الشورت التحتاني ده. ايوه جدع 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 قوي. طيب اتفضلوا حضراتكم، عشان لسه المدام هتلبس جرو بوكس وانا جاهز. اتفضل اتفضل حضرتك. جهزنا خلاص؟ تمام تمام. فاصل على الباشا. اتفضل اتفضل. شغلنا في البلد سليم. وقد قررنا نحن نيابة الأموال العامة تعيين السيد محسن هنداوي حارساً على القصر بكافة محتوياته واعتباره أميناً عليه، وأي تبديد لأي شيء مما ذكر في هذا المحضر سيعرضك للمساءلة القانونية. امضي. يا بيبي، أنا مش شايف أي مبرر للي بيعمله البنك معايا. أنا أكبر عميل لبنك الأمان.
القرضين الاولانيين انا مسددهم بالكامل مع الفوايد، اتعثرت في 16 قرض التانيين. حصل ايه؟ فيه ايه؟ ولا حاجه ولا حاجه. واديكوا اتحفظت على القصر، يعني ضمنتوا حقكم. في بقى 600 مليون تانيين حضرتك اخدتهم بضمان المصانع والشركات. يا سعاده الباشا، مصانع هنداوي وشركاته نار على علم. انتوا كده بتهربوا المستثمرين من عندكم. في بيروت مثلا، في لبنان بيدوا قروض للستات عشان يعملوا عمليه تجميل. اللي عايزه تكبر حاجه، اللي عايزه تصغر حاجه، اللي عايزه تشد. والبنك بيديهم بدون ضمانات. امال ايه؟ ما هي اصلها لما 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 هتكبر، واخد بال حضرتك، وتشد وتصغر وتطول وتاثر، هتبقى مضمونه 100%. هتسدد البنك على طول. يا فندم احنا كل اللي طالبينه مهله كام شهر وهنسدد على طول. من غير ما نشد ومن غير ما نطول ومن غير ما ناثر ومن غير اي حاجه. طيب احنا هنعمل اعاده تقييم لاصول الضمانات وهندرس الموقف ونبلغ حضرتك بقرارنا. لا 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 يا شيخنا، الحقيقه احنا عندنا كل حاجه. ده مصنع هنداوي للحديد والصلب، ده اول واكبر مصنع للصناعات الثقيله في مصر والشرق الاوسط كله. يا ام ابراهيم. ايه؟ ام احمد معاكي؟ موجوده اهي يا بيه. افتحوا البيبان. حاضر يا بيه. مين دول؟ دول البرودكشن مانجر بتوع المؤسسه كلها. حديد هنداوي يا باشا هو اللي موقف الكباري والانفاق، وهو كمان اللي عامل الدائري والمحور. حديد هنداوي هو اللي عامل اللبنه الاساسيه في البنيه التحتيه بتاعت مصر كلها. انا مش شايف اي حديد خالص. لا اصل النهارده اصل نص يوم، بنشتغل بنص القوه بس. يعني اشتغل شغل كده. يلا يلا. ايوه اشتغل شغل حلوين كده على مزاجك. شوف حضرتك يعني صلاه النبي، شوف النار طالعه ازاي، شوف النار كمان، شويه نار حلوين. ايوه بس 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 كويس قوي يا حلمي. كام حديده كده من النار بتاعتهم. التليفون في حتت مبلوله، والباكج بتاعنا، ويوصلوا لبيوت الساده المحترمين عشان الاولاد يحبوا يلعبوا بالحديد وهو بيعمل نار كده وبتاع. حاضر. حاجات زي كده. ده بقى يا باشا ده صلب من افخر انواع الحديد في العالم. ده بنصدره لبلجيكا. ده خشب يا باشا. ها؟ ده خشب يا باشا. خشب. ما هو الخشب، ما هو ده بيبقى خشب على الصلب بتاع بلجيكا، لان في مشروع بنعمله ان شاء الله، بنعمل كوبري من هيبتدي ان شاء الله من البحر الابيض للبحر المتوسط للبحر الاحمر للبحر الاسود للبحر الميت، وبعدين ينزل بقى يعدي بحيره طبريه وينزل من تحت قناه السويس ويخترق الصحراء الغربيه لغايه ما يوصل لغايه حدود تشاد، ومن حدود تشاد لراس الربيع الصالح. هيلاقوا هناك موقف عربيات، اللي عايز يركب بقى يروح اي حته يروح هناك. مش حلو قوي قوي. لا مصورات بسرعه. ده مصنع هنداوي للدخان، ده أول وأكبر مصنع للدخان في مصر والشرق الأوسط. الحقيقة احنا بنعمل تطوير في المصنع دلوقتي عشان ننتج معسل كيوي، لأن اتضح إن الإقبال عليه في السوق شديد شوية. ممكن ندخل؟ نعم ندخل. أنا بقول بلاش، أنا عشان الدخان، عشان ستر حضرتك. لا يا سيدي ما تخافش. دول خبراء أجانب اسمهم الخرمونجية، دول اللي بيحددوا نوعية الدخان اللي تعدل دماغ المستهلك. للأسف أنا كان نفسي أقدم حاجة بس الدخان كله سحب. يا حلمي. أمري فندم. علبة بتاعتنا من الإنتاج الجديد مليانة كيوي. مليانة كيوي تروح للأولاد في البيت عند الباشا. تجلس فورا يا فندم. تجلس فورا بسرعة. أولاد مين؟ أولاد حضرتك، هيعجبهم قوي. ده مشروع هنداوي للثروة الحيوانية، ده أول وأكبر مشروع للثروة الحيوانية في مصر والعالم العربي. ده للإنتاج الكبير، ده عشان الناس تلاقي اللحمة موجودة بوفرة في الأسواق. المعزة دي بتدي 3 معيز في اليوم. في اليوم الواحد بتجيب 3 معيز. يا حلمي. أيوه يا فندم. بتفضلك معزة صغيرة، ها؟ تحطها باكج ويروح للأولاد عند الباشا في البيت. أولاد مين؟ أولاد مين؟ والبطة، هات بطة قسمها وتوديها للإخوة في البيت. قطع البطة كده حتت حتت بس حتت تكون كويسة وتوديها للبشوات في البيت.
دول يا ابو حسام؟ مش عارف. احنا الغفر بتوع سليمان بيه صاحب الارض. هات الباز يا حلمي. في ايه؟ في ايه؟ بقول لك انت مين؟ ما ينفعش كده. في ايه؟ هات سكينك. انت عارف انا مين؟ باز يا حلمي. ايه يا استاذ حمدي؟ حليتهم عامله ايه؟ دول بيدلعوا يا باشا، بشويه كسور على تربانه، على كام جزع، على كام خلع، ده احنا بيجي لنا حالات خلصانه. وعملت لهم ايه؟ عملت لهم شاي. شاي؟ اه. عملت اشعه؟ نعم؟ اشعه. اللي هي ايه يا باشا؟ لا ما تشغلش بالك، ما تشغلش بالك. ايه يا باشا؟ لا عايزك يعني شد حيلك كده وتغليك يعني التكبير بتاعك يعني عايزين دي بقى تبقى كلها حتى كده عايزين تبقى كلها ان شاء الله. اهلا اهلا ماشي. لا حول ولا قوه الا بالله. استشهد ولا اشهد لا اله الا الله. طلب اخير يا باشا. ابو سيدك طلب اخير؟ اخير عايز ايه؟ شوف ولادي. شوف ايه؟ اشوف ولادي. اشوف ولادي. لا هنا زياره ممنوعه الحقيقه يعني. طب 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 استنى 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 استنى. ايه؟ عايز مراتي. عايز مين؟ عايز مراتي. مراتك؟ هتعمل لك ايه مراتك دلوقتي؟ ده انت منايل ب60 نيل، انت فيك حيل. مراتك ايه؟ رفضوا يعيدوا الجدول. الاداره الجديده متربسه قوي. هو في ايه؟ هي البقره لما بتقع بتكتر سكنها؟ هم هاجوا علينا فجأة كده ليه؟ وهيستفيدوا ايه من كده؟ عاوزين نسيب لهم البلد ونمشي يعني؟ وزعلانين من اللي بيهربوا. تعصرنا شوية، ايه يعني؟ الدول نفسها بتتعصر. نظام باشا في انتظار سعادتك. ميرسي يا شكري باشا. السفير الامريكي عنده جوه، اول ما يخلص سعادتك هتخش على طول. هو متعسر اخر؟ هو مين يا فندم؟ السفير الامريكي. ماله؟ لا مفيش. بنك الامان قلب اصله معاك، حب يعمل لك شويه شوشره. ودياب المنصوري زي الغربال الجديد له الشده، وانت جاي لي عشان نرخي الشده دي شويه، مظبوط؟ نظام بيه عبد الدايم طول عمره مظبوط. قول لي بقى، عباس شريكي ابن سيادتك اخباره ايه؟ تمام تمام. ده حتى هنا من الصبح. يا اهو شرف يا سيدي. اهلا بوبو شريكي وحبيبي. ازيك يا حبيبي؟ ازيك بوبك؟ ازيك اخويا؟ ازيك؟ ازيك يا حبيبي؟ انت ما بتجينيش الشركه ليه؟ سيبني واقول لوحدي يا راجل. هو بقى في سنه ايه دلوقتي؟ بقى في سنه ثانيه ابتدائي يا سيدي. ما شاء الله ما شاء الله، يعني نجح في سنه اولى. ها الواد ده لازم تبقى خروف. اقعد اقعد يا عباس قبل ما اخلص مع عمك محسن. ايوه يا باشا. دي ملاهي هنداوي يا باشا، وزي ما سيادتك عارف دي اول واكبر مدينه ملاهي في الشرق الاوسط. دي مكلفه فوق ال 40 مليون جنيه. راحوا يقدروها. ملاهي؟ انا عايز اروح الملاهي ده. ثلاثة بالله العظيم هراجعه. من بكره هتبقى ملاهي بوبس. ايوه ايوه يا محسن بيه، بس مش معقوله يعني هتدي الولد هديه مدينه ملاهي؟ يا عم خلي العيال تلعب. دي ضربة معلم يا محسن باشا، دي معجزة. بشرفي انت ساحر. ايه اللي حصل ده؟ لهجة البنك اتغيرت خالص. دياب لسه قافل معايا، جدولوا لنا القرض وزودوا لنا المدة. عشان تعرف انت بتشتغل مع مين يا متر. سيادتك لغز كبير قوي يا محسن باشا، نفسي اعرف حلو. بوبس. نعم؟ بوبس. دي
نظريه اقتصاديه جديده؟ دي نظريه بوبس لجدوله الديون المتعثره وتوفيق الاوضاع. دي نظريه امريكيه؟ لا دي مصريه 100%. على فكره يا باشا انا كده متفائل قوي. متفائل بايه؟ احنا لينا فلوس بره كتير قوي، لو لمينا نصها هنسدد كل اللي علينا وزياده كمان. اهم دول كبار رجال اعمال في البلد، اللي عنده 200 مليون واللي 130 مليون ومشاريعهم شغاله وعايشين ملوك. روح خد فلوسك منهم انت احق بيها دلوقتي. مين الاولاني ده؟ ده كريم ثروت. لنا كام؟ 45 مليون. انا لساني اتلوى معاك. غلبت اقول لك ما تتعاملش مع البنوك المصريه دي. دولت ناس ما لهمش في البيزنس ولا يعرفوا اي حاجه في البيزنس من اساسه. وقلت لك كمان حط فلوسك في بنك مانهاتن. دولت ناس كوريكت بيس وبراكتيكال. عايز تجدول يجدولوا لك بمنتهى السهوله اللي في الدنيا. اي بيزنس مان مع بنك مانهاتن حاسس نفسه سيف اند سكيور. نصيب بقى ثروت. ال 45 مليون دولار بتوعك هكتب لك بيهم شيك على البنك مانهاتن. اسف جدا نسيتهم. اي بيج يور باردن. متشكر يا ثروت. ايه الصوت ده؟ ده صوت مراتي. هي مراتك بتولد؟ كل حاجه ضاعت يا ثروت. بنت انحرم، خسرنا كل حاجه، بنك مانهاتن فلس وفلوسنا كلها راحت. يا طب يا ثروت اجي لك وقت تاني يكون مزاجك رايق فيها. يا عم جيد، عم جيد على فين يا باشا؟ ايه؟ على فين يا باشا؟ على فيلا هاشم السلاح دار اللي في الزمالك، عارفها؟ هو في حد ما يعرفش هاشم بيسلح دار يا باشا؟ عنده فلوس بره وجوه تشتري مصر كلها. بره وجوه؟ على الله بس نعرف ناخد الفلوس بتاعتنا اللي عنده. ربنا يسمع منك يا باشا. هاشم بيه موجود؟ ايوه يا فندم. قول له محسن هنداوي. اتفضل حضرتك. بعد ما خسر فلوسه في البورصة هو على الحل. حبيبي يا هاشم. ولا سبت حد لما رحت له؟ ده كلهم متعسرين. رحت لفتح الشوارع.